السلام عليكم. بحلقتنا اليوم رح نتعرف على دراجة كهربائية من شركة فيدو، هي M1 Pro. من ناحية شكل كتير عجبني شكلها، تايرز عم بيجوا للأوف رود ياسون 4 إنش. بيميز هالدراجة انه فيكن تسكروها، تفتحوها من هون ومن هون وتنضب على بعضها، وكمان اللي بيميزها انه فيكن تسوقوها عادي بالدويسات، وفيها موتور موجود بالخلف بيعطي 250 واط. عندكم سسبنشن من قدام من الخلف، سسبنشن من خلف البراند تبعهم كازهن، والفرامل ديسكات قدام ورا كير اول بريك 180 ملم. هلا بالستيرنج ويل مطرح عم تحطوا ايديكم كتير منيحه للجريب، هون بتضغطوا على زر كرمال تسوقها كهربائيا، وهيدا الجير من 7 غيارات موجود على اليمين. على اليسار السكرين يلي بتبينكم السرعة وقد ايه بعد فيها البطارية، بس تضغطوا على الزر من فوق بتضلكم ضاغطين بتدوروا السكرين. حد السكرين على اليسار، الزر يلي من فوق كرمال الضو، والزر يلي تحته كرمال الزمور. مثل ما انتبهتوا هون في مفتاح موجود كرمال تدوروا الدراجة، بس دوروا بالمفتاح ترجع بتضغطوا على الزر من فوق بسكرين لتشغلوا الدراجة. الجير من شركة شيمانو، ودعسات ينفتحوا بيتسكروا، فيكم انتو بس كونوا عم تسوقوها كهربائيا فيكم تسكروها بهالاتجاه، ما فيكم تخلوها اتجاهها العادي. البطارية موجودة بهالمكان هون، حتى فيكم تفكوها. 36 فولت 12.5 امبير اور، عم تخلي هالدراجة كهربائية تمشي up to 100 كيلومتر. السرعة القصوى انتو عم تسوقها كهربائيا بتوصل ل 25 كيلومتر بالساعة. وبحب لكم انه الكرسي تبعها من الجلد كتير مريحة انتو عم تسوقها. هلا خلينا ندورها. فيها اكيد ركزة على الشمال، والكرسي بتتوطى وبتتعلى مثل ما بدكم. هلا حطيتها على الكهرباء وراح نسألكم اياها. يلا مثل ما شفتوا من بعد ما جربتها، في لكم انه الفيدو M1 Pro بتنساق على كل الطرقات، فيكم تسوقها بالرمل على الصخر اما على الطرقات العاديه. سسبنشن كثير عم بيساعدوا، اذا عم تسوقوها على منطقه صخريه ما كثير بتحسوا بقوه الطريقة اللي انتو سايقينها، وبتريح كتير سوقتها. فهذا كل شيء خبرتكم عنها، موجودة بالإمارات، بنصحكم انتو كمان تجربوها تعطون رأيكم فيها. ما تنسوا تعملوا كومنت ولايك للفيديو، وإذا في عندكم أي استفسار فيكم تتواصلوا معي. هيك بتكون خلصت حلقتنا، بشوفكم بحلقة جديدة. باي.